أقمار لي بالكتاب والسنة أنشر برزق عادل ومراضي أحييت بالقرآن السنة أحمد فهو الشفيع ومن أصاب معادي يا من تمسك بالكتاب والسنة أنشر برزق عادل ومراضي أحييت بالقرآن السنة أحمد فهو الشفيع ومن أصاب معادي واكتب لقلبك راحتي ومرادي. يا سيدنا النبي يحلو الحديث بذكر يحلو الحديث بذكر طعام الهادي فهو الشفيع لوقفتي